يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 37، الصغرى 24، إسكندرية 33، 22، مطروح 29، 21، بورسعيد 29، 22، الإسماعيلية 37، 21. ونذهب إلى السويس، السويس العظمى 37، صغرى 21، العريش 30، 19، طابة 36، 23، شرم الشيخ 40، 30، الغردقة 41، 30. ونذهب منها إلى الأقصر، الأقصر 45، 29، أسوان 45، 30، الوادي الجديد 44، 28، شلاتين 40، 28، وأخيرا حلايب 35، 27. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا